أية رواية هذه؟ ثلاثة جدران ونصف سقف، أية رواية هذه؟ هل سمعت ببيت من ثلاثة جدران ونصف سقف؟ ما يمكن معرفته في هذه الرواية صادم وحقيقي. هل عرفت امرأة قادرة على القتل من حيث تعشق؟ هل عرفت أسرة تكونت من الإنسان والطير والحيوان؟ هل سمعت بجيش من الطيور من أجل العدل والمحبة؟ هل عرفت معنى أعظم الهجرات وأسرارها؟ هذه رواية تتنقل ما بين الحواس والعقل والنفس والعقل الباطني، فترسم صورة أكثر صدقا مما يراه الكثيرون. إنها رواية ترقى بالذات عن طريق التعريف بأسرار لم تسمع بها، كما أن الخيال العلمي يوقظ فيك الإبداع والاكتشاف والأسئلة العظيمة. تشتعل هذه الرواية بالدراما النشطة التي تطرح الأسئلة الصعبة فتؤجج العقل والخيال والمشاعر. اكتشف عوالم مجهولة، اكتشف عوالم مجهولة من إبداع هذه الرواية الفريدة في مواقفها، والتي تجتاز المفاهيم والطرق المألوفة. عندما لا يستطيع الإنسان أن يكون إلا عاريا من زيفه، تنتهي مشاكل الدنيا. كل مخلوقات الله لا تكتسي إلا بما خلقت به، ذلك لأنها لا تعرف الزيفة ولا تتصرف إلا بحقيقتها. إلا الإنسان فهو يعتقد أن عريه خطير عليه. تعري هذه الرواية الإنسان من كذبه وأسراره، فتقول غير ما يقول. إن تعرى الإنسان من زيفه اكتشف الحقيقة التي ليس بحاجة عندئذ لكي يزيفها، لأنها الحقيقة. هذا الغلاف الأدبي هو الكتاب 48 في سلسلة أعمال الأديب بين قوسين زهير الشلبي، وهو شاهد على عدد من الأجيال والثقافات وصاحب أعمال أدبية هامة. يأتي هذا العمل المتميز في مستواه بعد 47 من كتبه السابقة ليؤكد بقوة وجرأة، أي الكشف عن حقيقته هو الحل لشقاء الإنسان، هو الحل لشقاء الإنسان. في هذه الرواية معركة بين الحقيقة الواضحة وتلك المزيفة، حتى وجدنا أن عالم الناس يحتاج إلى فطرة مخلوقات الله الأنقى والأنصع منه حتى يستطيع امتلاك علاقته بالواقع. في هذه المراحل ندخل في عوالم اللاوعي. انتبهوا، في هذه المراحل ندخل في عوالم اللاوعي، فنتأرجح بين عالمين شديدي التناقض. فهل نخرج سالمين في حياتنا وعقولنا وأحاسيسنا وسعادتنا، أم أننا نستمر في حالة الصراعات الدائمة بأشكالها المتبعة منذ آلاف السنين، وبالتالي نبقى مثل سيزيف الأسطورة الذي يقضي حياته إلى الأبد محاولا نزع الشقاء منه دون جدوى. أسطورة سيزيف اليونانية الأصل تصور رجلا يحاول حمل صخرة هائلة
على كتفه إلى أعلى الجبل فتسقط، ثم يعاود محاولا رفعها إلى أعلى الجبل فتعود للسقوط، وهكذا يستمر في كل حياته. وهكذا هو الإنسان، وهكذا هو الجحيم، والجحيم الأبدي. سنبقى في جحيم سيزيف، في جحيم الإنسان العبثي الشقي إلى الأبد. سنبقى مثل سيزيف في جحيمنا إلى الأبد، إلا إذا رأينا ما تراه هذه الرواية من كشف دائم للحقيقة.